ونتابع مع حضراتكم جولتنا الإخبارية وننتقل لأخبار الدستور. وطبعا كما نعلم جميعا أنه مسودة الدستور تم تسليمها إلى المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت وحدد موعد الاستفتاء القادم، لكن يبدو أنه كان في بعض الاعتراضات من بعض الأطراف، لأنه الأنبا أنطونيوس ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين أبدى اعتراض على بعض التغيير حدث ودخل على ديباجة الدستور، تحديدا مصطلح حكم مدني تم تعديله إلى حكومتها مدنية بديباجة الدستور، وسقطت كلمة تعدد مصادر التشريع رغم التصويت عليها. الدكتور أو القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية كان له نفس الاعتراض، ونستمع منه وهو معنا الآن على الهاتف، هيكون معنا على الهاتف. هو قال أنه الأخطاء المطبعية، أو عندما سأل في ذلك السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين عن هذا التعديل أو التغيير الذي أدخل على الديباجة، ذكر له أنه خطأ مطبعي، وأنه هذه الأصول وهي كلمة حكم مدني وتعدد مصادر التشريع المصطلحين اللذين لم يردا في النسخة اللي تم تسليمها إلى الدكتور عدلي منصور مستشار عدلي منصور سيتم مراعاتها بعد ذلك أو إضافتها بعد ذلك. معنا دكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية. صباح الخير. صباح النور. أنا وسهلا، أهلا بك. يعني إلى أي مدى حصلت على تطمينات أن هذه التعديلات التي اعترضت على وجودها في الديباجة رغم وجودها في المضبطة، إلى أي مدى حصلت على تطمينات أنه سيتم مراعاتها في النسخة الأصلية التي سيتم الاستفتاء عليها؟ أنا أرجو هذا، لأنه يعني التعبير نفسه تعبير أعتقد أنه مش هيتقبل في أي حتة لما يتقال حكومتها مدنية. طب ما أنا عندي وزراء يعني عسكريين وجلدين، يعني هغير وزير الدفاع ووزير التاجر الحربي ووزير الداخلية ووزير الأوقاف، ما دي دول يعني صفات دينية وصفات عسكرية، يعني ازاي تبقى الحكومة مدنية؟ وأيضا كلمة تعدد مصادر التشريع، وتعدد مصادر التشريع لأننا لم ترد في الدباجة. كمصر ملتزمة بمواثيق دولية جزء منها، نعم، ولا يجوز ان يبقى تشريع مخالف للمواثيق الدولية اللي مصر موقعة عليها. عشان كده قلنا وتعال، وده اللي عامله يعني الأستاذ حجاب اللي هو عامل الدباجة وقابلناها ورضينا عنها وأزيلت هذه حتى من غير استشارة اللي كاتب الدباجة. نعم. طيب هل في مدى زمني بتنتظروا خلاله انه يتم يعني اعاده هذه التعبيرات او الجمل مره اخرى؟ هتتابعوا انه يعني يحدث تطمين من السيد رئيس الجمهوريه انه تراعى هذه الامور حتى لا ندخل في اشكاليه. يعني الدستور ما فيهوش عيب، خساره ان احنا يعني انا بقول كده يعني جرام فلفل ولا ملح في وجبه وعدت بليالي سهر ليالي وتعب الخمسين واحد وعشرة من كبار القضاة والمستشارين يعني وضعوا هذه المسودة، فمن الخسارة أنه تعبهم يضيع على جرام ملح ولا فلفل. نعم يعني نعم، يعني حضرتك بتؤكد على أنه مصطلح حكم مدني يختلف تماما عن مصطلح حكومتها مدنية طبعاً اللي تم إيراده في نسخة أو ديباجة الدستور اللي تم تسليمها المستشار عدلي منصور. هذا ما صوتنا عليه هو موضع في حكم مدني. نعم، وفي اختلاف طبعا كبير بين المصطلحين أكيد. طبعا حكمها مدنية، حكومتها مدنية غير حكومتها مدنية. الحكومة بأشخاص يعني يشمل رئيس الوزراء والوزراء. نعم، لكن الحكم شيء اخر. وايضا مدني يبقى ما عنديش وزير دفاع، ما عنديش وزير انتاج حربي، ما عنديش وزير داخليه، ما عنديش وزير اوقاف. نعم، يعني هذا ديني وهؤلاء عسكريون. نعم، لابد ان تراعى الحكم، فرق بين الحكم والحكومه. صحيح. وايضا انه تعاد مره اخرى جمله تعدد مصادر التشريع التي أزيلت من النسخة أيضا اللي قدمت للمستشار عدلي منصور. أشكرك دكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية.